كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية. معايا النهاردة ضيفة عزيزة عليا قوي، أنا أول مرة أشوفها، بس هي بنت حد عزيز عليا قوي. عزيز عليا قوي ليه؟ لأنه أمتعنا، أخرج لنا أحلى مسرحيات، بما أن أنا شخص بيحب المسرح جدا، فأخرج لنا أحلى المسرحيات من أول متزوجون، سيدتي الجميلة، أخويا هايس وأنا لايس، هلا حبيبتي، المرحوم أستاذي أستاذ حسن عبد السلام. فالنهاردة أنا فخور أن بنته قاعدة معايا، وأن بنته ما بتطلعش برامج خالص في التلفزيون وبترفض، ولا تلفزيون ولا في راديو. فالنهاردة أنها تجيلي دي أنا بالنسبة لي حاجة نفسيا مهمة جدا. وبرحب ترحيب خاص جدا فاطمة عبد السلام، أهلا بيك. أهلا بيك وأشكرك، أنا سعيدة جدا أنا معاك النهاردة. أنا أسف بس كان لازم أرحب بالراحل الأول. هو حبيبي، أنا أحبه دايما قبليه. ربنا يخليك، اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. فاطمه عبد السلام فيديو بلوجر، عامله مشاكل وقلق، وعامله فيديوهات مهمه قوي بيشوفها الملايين. احكي لنا ده جه ازاي. من 7 شهور عملت فيديو، انا بقالي فتره طويله في موضوعات كتيره من وانا صغيره نفسي اتكلم فيها، موضوعات خاصه تخص حياتنا كستات في مصر، فما كلمتش ابدا طول السنين اللي فاتوا دول غير مع الناس اللي حواليا. وبعد كده فكرت طب ما ابدا اكلم بقيه الناس، يعني اجرب اشوف يمكن في حد بيفكر بنفس الطريقه. عملت اول فيديو لقى نجاح وقتها ساحق، وعمل مثلا 4000 فيو، وقتها كان رقم كبير جدا بالنسبه لي، ومنه اتشجعت ان انا اعمل صفحه باسمي وحطيت بقى عليها كل الفيديوز بتاعتي. صفحتك اسمها فاطمه عبد السلام. ايوه بالظبط. بالعربي؟ بالانجلش فاطمه عبد السلام. اوكي، بعدين وبدات احط عليها الفيديوز، كل ما يجي لي موضوع حلو حابه ان انا اتكلم فيه، مش من نوع الناس اللي بعمل فيديو كل اسبوع او فيديوهين كل اسبوع او كده، يعني ما اعمل فيديو مثلا كل 3 اسابيع شهر، بس يبقى عندي موضوع مهم حابه ان انا اتكلم فيه مع الناس، وببقى حابه بقى ان انا اشوف ردود فعلهم. طيب، في فيديو حضرتك عملتيه اسمه اخطر 10 انواع من الستات. ايوه. ده عمل 4 مليون فيو تقريبا. أيوة تقريبا. عملتي فيديو اخر اسمه اخطر 10 انواع من الرجاله. عمل بتاع 2 مليون كده تقريبا. بالظبط. عايز اتكلم عليهم، اتكلم على مين الاول؟ ستات ولا ليديز؟ نبدا باللي عملناه الاول اللي هو بتاع الرجال. يلا ولا ليديز فيرست. يلا، وانت عارفه انا نصير المراه بس. يلا برده. وانا في الحقيقه في الاول عملت فيديو 10 انواع من الرجاله، كنت حابه ان انا اناقش اوقات بيحصل من بعض الرجاله تصرفات مش حلوه باتجاه الستات، فلو احنا حطيناها اوقات قليله ولا كتيره بصراحه، اوقات كتيره جدا، وبدا يبقى العرف ان ده العادي. فانا من الفيديو ده كنت حابه اقول للستات ان ده يا جماعه مش عادي، ولكن ازاي نقول انه مش عادي؟ ان احنا نبدا نهزر نسخر من الاسلوب ده. فعملت 10 انواع من الرجاله، هي في الحقيقه 10 تصرفات مش 10 انواع يعني، وعمل نجاح كبير جدا. فاكراهم ايه؟ بابتسامه كبيره قوي. بقالي كتير ما شفتش، من ساعه ما عملته ما شفتوش، بس هو الراجل المتملك، الراجل البصباص اللي بيبص على الستات التانية ويكون فخور بده، الراجل اللي بيهين كرامة الست. هي موضوعات بجد حقيقية وجادة جدا، ولكن مصبوغة يعني في إطار كوميدي بحيث ان الناس تحبها وتستسيغها يعني. اوكي. اقبال بقى الناس والرجاله خاصه بعد الفيديو، اعملي بقى الفيديو عن الستات، اشمعنى عملتي عن الرجاله؟ بس كرهوك يا رجاله ولا عادي؟ والله في اللي عنده حس دعابه عالي ويقعد يقول انا رقم كذا انا رقم كذا، او واحده مثلا مراته تعمل له تاج وتقول له انت رقم كذا وكذا وكانت تنقي له كذا رقم، وفي منهم اللي طبعا ما كانش مبسوط. فاكره رقم كام طلع الاكتر؟ رقم 10، لان رقم 10 ده هو اسوأ رقم، هو اللي ما بيحترمش كرامه الست اللي قصاده، وفي نفس الوقت في 9 صفات اللي فاتوا. فستات كتير قالت انا جوزي رقم 10 اللي هو فيه كل الصفات اصلا. اوكي، ده اوحش حاجه. طب عملتي بعد كده الفيديو بتاع الستات؟ عملت الفيديو بتاع الستات، وقبلها كنت حاسه انه هيفشل فشل ذريع. قلت يعني انا مش بس هكرر نفسي، انا بعمل حاجه يعني خلاص بعيد، مش عاوزه ابقى اعيد. نجح ضعف التاني الحمد لله، فانبسطت بيه اكتر يعني. كان في ايه بقى في الفيديو؟ الست بقى ايه اللي بتتكلم بطريقه سكسي على طول، اللي هي دايما عايزه تبقى جذابه اكتر من اللازم، او البنت اللي بتتكلم بطريقه عامله نفسها بيبي تعكس الكلام. انا مش اقدر. انا مش اعمل الجو ده. هو ليه يعملوا كده؟ هي بفهم ان ده نوع من انواع الدلع، يعني جذابه مثلا او حاجه. في الحقيقه انا بشوف ان اكتر شخص جذاب في الدنيا هو الشخص اللي على طبيعته وعلى حقيقته، بدون ان احنا نبقى نقلد بعض. احنا لازم نبقى كل واحد مننا نسخه يعني يونيك. طيب،
انتي قلتي في الرجاله يعني 3 4 كده، قلتي 3 4 حاجات بس الستات ما قلتيش غير حاجتين بس. لا الستات اللي هي حياتها المفتوح لا 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 المفضوحه على السوشيال ميديا، اللي هي تتخانق مع جوزها تشتم عليه، اللي تتصالح مع جوزها تقول ده حبيب عمري وما اعرفش ايه، واللي مثلا ايه تاني الموهومه جدا بالماركات لدرجه انها ممكن تجيب ماركه مقلده بالاف الجنيهات عشان تبقى ماسكه الشنطة، عشان تبقى ماسكه براند معين او عليها حرفين او بتاع. ليه عندنا ستات ورجاله نسبه كبيره منهم في المجتمع ما بقوش على طبيعتهم او بقوا يتصنعوا كل حاجه؟ تفتكري مين السبب في ده؟ احنا زي ما يكون بقى في كود كده متفق عليه في مجتمعنا، احنا نحارب الاختلاف. طالما الاختلاف بيتحارب يبقى انا الاسلم ليا ان انا ابقى شبه اللي حواليا شكلا وموضوعا. يعني لازم اهتماماتي هتبقى زي اللي حواليا وشكل لبسي هيبقى زي شبه اللي حواليا. دي حاجه اصلا عكس الطبيعه البشريه من وجهه نظري. يعني كرجاله وكستات دايما بيتقال لنا الست المفروض تتصرف ازاي والراجل المفروض. انا ما بقولش ان الستات مظلومين في المجتمع والرجاله، لا الرجاله مظلومين جدا في المجتمع. الراجل مش لازم له صيغه او شكل معين او صوره معينه لازم يكون فيها، ممكن يبقى في مليون صوره. هي دي الفكره، التفرد هو صفه بشريه ما ينفعش نتهرب منها. عندنا كتير قوي دلوقتي في المجتمع مش قادرين يميزوا او مش قادرين يقتنعوا ان ربنا زي ما خلق، ودايما بقولها في كل حته بروحها، زي ما خلق بصمه الايد، بصمه كل واحد عنده بصمه غير التانيه، كل واحد عنده بصمه في مخه وفي نفوخه غير التاني. رايي بالظبط. فلازم نكون مختلفين عن بعض ونحترم اختلاف بعض. ما دي بقى مشكله اكبر، عدم احترامنا لاختلافات بعض بيخلي الانسان انا هبذل مجهود جبار عشان اقول للناس ان ده انا. طب ما الاسهل ما اقولش ان ده انا وخلاص، وادعي ان انا شخص تاني وخلاص. بس ده هيتعب قوي في حياته. ما هو ما هو متعبانين مبسوط. طب ما امشي بص في الشارع وشوف الناس مكشره ازاي. احنا مبسوطين، انت مبسوطه. انا بحاول اكون نفسي قد ما اقدر واحارب لما يوم ما الاقي نفسي بنصاع ان انا ادخل في القالب ارجع بقى افوق روحي على طول. وتعملي فراغ، تدوسي فرامل فورا عشان ترجعي لفاطمه. أيوة. اما هتروحي لوحده انت ما تعرفيهاش. ما السباحه عكس الطيار صعبه. ده صحيح. اسهل حاجه الواحد يسيب نفسه. ده صحيح. انا معاكي جدا في اللي انت بتقوليه ده. طيب ايه كمان فيديوهات عملتيها؟ اتكلمت عن الجواز والمبالغه جدا جدا، ان شكل الجواز كان الحلقه دي كان اسمها جهاز العروسين. شكل الجواز مع السنين خد شكل تاني خالص غير حقيقه الجواز، اللي هو اتنين بيحبوا بعض حابين ان هم يكونوا اسره سوا. ما بقاش خالص كده، بقى ابعد ما يكون، بقى عباره عن نيش وفناجير. عندنا حاجات كتير ان كومن. وفناجين وطقم كاسات وطقم شايات وطقم قهوات وطقم اطقم بس، يعني احنا بنرص صناديق بس. فحاجه صعبه جدا، كلفه عاليه. ده تفتكري الحاجات الخزعبلات دي اللي كتير من الاسر عايشين فيها، ده ادت الى تاخر سن الجواز عند البنات وعند الرجاله؟ ده ادى ان كل سنه عندنا 250 الف حاله طلاق في مصر، لان الناس بتتجوز بحاجات ماديه جدا. مفيش يعني ما بيعرفوش حتى ينقوا بعض بطريقه فيها، مش عارفه اقول الجمله، مش عارفه اقول ايه، مش عايز اقول حاجه بايخه يعني، فيها منطق. فيها منطق. يعني ابسط ما يكون فيها منطق، لان احنا يعني ما هي ازمه تربيه، احنا بنخلف في مجتمعنا بسهوله، ولكن هي التربيه هي جزء صعب، ما هوش الخلفه سهله، لكن ما حدش بيبذل مجهود خالص ان هو يقرا او يتعب او يدور ازاي يربي ولاده. انت عندك ولد؟ انا عندي ولد ادم. بذاكر في التربيه جدا على فكره، شيء من وانا حامل، انا من وانا طفله وانا عندي كده امومه مش عارفه اوديها فين، يعني كنت اذاكر لاولاد الجيران، اقعد ابي بيست لحد ما اعرفوش كده يعني. فطول عمري كنت بذاكر عن التربيه وازاي الواحد، لان يعني الواحد يربي بني ادم هي مسؤوليه مش سهله، ومش بالكلام، لا فيها جهد. ده الواحد لو عايز ياخد بكالوريوس مثلا بيقعد يطحن مذاكره 4 سنين المفروض. يعني هتربي بني ادم، بربي بني ادم، وكل لفظ بيطلع من بقي بيؤثر فيه للابد مدى الحياه. فما ينفعش خالص ان انا اخد الامور كده على الطباطن وبسهوله ولوش كده في التربيه، يعني لازم الواحد يذاكر ويقرا. السؤال اللي محيرني ومغلبني، الناس بتخلف وهم مش قد الخلفه، طب بيخلفوا ليه؟ والله يعني هما بيظلموا ولادهم، هما بيظلموا ولادهم، هما بيخلفوا عشان برضو جرى العرف، احنا بنتبع الـ الاعراف، العزوه بقى وكل عيل برزقه وكلام كل ده، ودنا شغاله اكتر من عقلنا واكتر من عينينا. يعني احنا برضو ثقافتنا ثقافه سمعيه جدا، لو الواحد مثلا اطلع اكتر او لو حاول يحكم بعقله بلاش يطلع خالص، اسمع واحكم بعقلي. صح، لكن هو ده اللي بيضيعنا. طيب احنا سمعك اغنيه، اتفضل نرجع نكمل معاكي مره ثانيه، نسمع اغنيه نرجع لكم مره ثانيه مع فاطمه عبد السلام. خليكم عندنا لو سمحت. كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم FM.
ونجوم اف ام تي في. مرة تانية بإذن الله حابة ضيفتنا النهاردة أستاذة فاطمة عبد السلام، مؤسس صفحة فاطمة عبد السلام الفيديو بلوجر. قولي بقى يا ستي، أنت أساس شغلك إخراج ودوبلاج، بس أنت خريجة إيه أصلا؟ أنا درست فنون جميلة، اتخرجت من قسم تصوير زيت في 2004، وفي قبل ما نتيجتي تطلع يعني كنت بحضر ورق معهد السينما، ودرست إخراج معهد السينما واتخرجت 2009. أوكي، لو اشتغلتي في الإخراج والدوبلاج لغاية دلوقتي؟ لغاية دلوقتي اه. وعندك استوديو؟ بالظبط. صح كده حضرتك. وزوجك تعملي بقى ايه، افلام وكليبات يعني تعملي ايه في الاخراج؟ ترجمت يعني كل الكرتون اللي الاطفال يكونوا عارفينه، اللي هو دورا ودييجو وفان بوين شامشام ومزرعه المشاغبين. مش عارفه اي حاجه من هي بتقوله بس اه. لا الصغننين هيبقوا عارفين الحاجات دي. دورا تعرفش دورا دي مشهوره جدا؟ ولا لا لا هي طفله مكسيكيه صغننه كده. ترجمت كل الحاجات دي، لان انا كنت بعمل الاعداد وكتابه الاغاني. طب سبونج بوب اغاني بقى سبونج بوب آه، هي دي انا كاتبه. بكتب الاغاني وبعمل التمصير يعني بتاع او التعريب بتاع الكرتون. عايز اقولها، هي بتقول بتكتب الاغاني وهي اصلا صوتها حلو، لانها على فكره والله ابدا واحنا في الفصل في اغنيه شغاله في اعاده اغاني عشان انا بهزر انا بحاول اهزر صحيح بجد. الله يكتر خيرك، يعني دي حاجه تساعدني بس عمر ما حد قال لي كده. انا بقول لك كده ماشي. وبعدين فبعمل ده سنين طويله قوي، وبعدين انا وجوزي هو مهندس صوت فتحنا استوديو سوا وبدانا نكمل شغل برضو في الدوبلاج. بس انا بقالي سنين طويله بشتغل يعني فريلانس مخرجه ومنتجه. اه اوكي فهمت. طيب هتسمحي لي ان انا اتكلم عن والدك شويه؟ انا هترجاك تعمل كده بعد اذنك. ارجوك. اوكي طيب. الراحل المخرج الراحل العبقري حسن عبد السلام اخرج لنا العديد والعديد من المسرحيات. انت فاكره عدد المسرحيات قد ايه بالظبط؟ عدد كبير جدا، مش عارفه بالظبط كام دلوقتي، بس ابويا عمل، ابويا كان بيخرج من هو في ثانوي. ابويا مواليد سنه 27، هو خلفني اكشلي متاخر جدا يعني في حياته، لكن هو يعني قعد يخرج تقريبا 50 سنه. انت عارفه انا قابلته مره واحده في حياتي، كنت بعمل مسرحيه في مسرحيه بالون، مسرحيه كبيره وللاسف ما اتصورتش. هو كان جاي بالويل تشير ونزلت سلمت عليه وقال لي لو انت كنت موجود من 20 سنه يا شريف انا كنت عملت بيك احلى مسرحيات. قلت له ربنا يديك الصحه الله يرحمه يا رب. ابويا عنده عين كويسه جدا طبعا من خبرته للموهبه وللناس الكويسه الحمد لله. طيب اكتر مسرحيه بتحبي تشوفيها ايه؟ يعني فلافيو كل يوم يحب يشوف المتزوجون بينام عليها بالليل صح كده؟ انت اكتر حاجه بتحبيها؟ انا بعشق المتزوجون، وبقى المسرحيه اللي بتبهرني فنيا هي سيدتي الجميله. سيدتي الجميله بالاغاني والالحان والشويكار وفؤاد المهندس وشغل بابا في المسرحيه والكتابه، حاجة يعني قطعة فنية ما اظنش ان حصل حاجة مثيلة ليها. خليني اقول ان هو كمان عمل كذا حاجة للأستاذ سمير غانم. أيوة متزوجون، اخوي هايس وانا لايس، انا فاكر روحتها في المسرح طبعا، وعمل حاجات لاجيال مختلفة يعني صح يعني. ايوه حقيقي يعني كذا جيل. بابا كل الممثلين تقريبا اخرج لهم ما عدا الاستاذ محمد صبحي، لان هو كان بيخرج كل مسرحياته بنفسه وما اخرجش برضو للأستاذ عادل امام، ولكن كل استاذ فؤاد المهندس عمل حاجات كتير. هلا حبيبتي وسيدتي الجميله. سيدتي الجميله واعتقد في حاجات ثانيه بس اظن انا برضو دماغي مش يعني لان العدد كمان كبير قوي، لكن دول من اشهر المسرحيتين اللي بابا واستاذ فؤاد المهندس عملوهم سوا وكانوا هيت في المسرح المصري غير عاديه. ما اخرجش اي حاجه للدراما التلفزيون؟ لا ابدا، ولكن بابا كان بيحب التمثيل جدا فمثل يعني حاجات صغننه كده مع مخرجين اصدقاء لي يعني. والله مجاملات كده يعني. اه بالظبط، يعني مثل في فيلم اسمه يوم حلو يوم مر بتاع استاذه فاتن حمامه. فعلا؟ وكان طالع دور فران شرير جدا كده وبتاع، مثل قليل جدا في حياته. لكن هو الاخراج المسرحي ما اخرجش اي حاجه غير مسرح، وهو بالنسبه له كان كل حياته. ما هو المسرح ده اصعب حاجه. عشان طبعا طبعا. طيب نرجع نتكلم كلامنا مع فاطمه. فاطمه انت تم اختيارك في تيدكس ومن كايرو الاسبوع اللي فات تتكلم، يعني خلينا انت اللي هتشرحي مش انا. أوكي. نفهم الناس بسرعه تيدكس هي ايه. تيدكس هو مؤتمر من اهم المؤتمرات للمتحدثين، يعني اي حد عنده حدوته ملهمه او قصه ملهمه او فكره ملهمه بيتكلم فيها. اللي بيتكلم في المؤتمر ده هو ما بياخدش فلوس، ولكن هو شرف كبير جدا زي ما يكون يكتب على السي في كده. فاللي حد يبقى تيدكس سبيكر او متحدث في تيدكس دي حاجه يعني
مشرفة جدا بالنسبة في العالم كله مش في مصر يعني. وانا كان ليا الشرف ان انا ابقى السبيكر وكانت سبيكر وكانت سبيتش في منتهى الجمال في الحقيقة. استمتعنا كلنا بيها يعني. طيب انت في تيدكس عملتي حاجة مش سبيتش، انت عملتي حاجة تمثيل شوية. انا في الاول كانوا مكلميني ان انا اعمل سبيتش عادية، ولكن السبيتش بتاعتي كان فيها شوية يعني ميديا، كانوا كنت هعرض فيها فيديو وعامله فيه شغل اخراج وبتاع، فقالوا لي طب ما تخليها بيرفورمانس. وانا بقالي عرض. بالظبط، خليها عرض، عرض صغير مدته كده يعني حوالي 12 دقيقه وربع ساعه. انا بقالي 13 سنه ما وقفتش على مسرح، انا كنت بمثل ايام الجامعه وكنت باخد جوائز، وكان اسعد لحظات حياتي هي وانا واقفه على المسرح. بقالي سنين طويله وحسيت، هم قالوا لي ده قبل العرض تقريبا، قبل ميعاد المؤتمر ب 12 يوم او 10 ايام حاجه زي كده. فان انا اكتب عرض واعمله من ولا حاجه، واعمل بروفات واعمل الفيديوهات بتاعته في فتره قصيره، كان حاجه يعني تشالنجينج شويه، ولكن استمتعت جدا بيها. اوكي، هي ممتعه جدا بصراحه. انا وانا واقف هناك على المسرح وبتكلم، انا ممكن الواحد محرج شويه بيتكلم عن نفسه، انا بس يعني هي شرف لاي حد. طيب بما ان انا قلت ان انت صوتك حلو، انا شايف كده انت عملتي اغنيه انت واخوكي. ايوه عملت اغنيه، بس انا ما غنيتش فيها. انا اخويا ممثل اسمه مصطفى عبد السلام. وانا شايفه من يعني من اهم المواهب عند مصطفى هي التاليف والارتجال والتلحين، وهو دايما بيهمل الموهبه دي بشكل يعني غريب انا ما بفهموش، ومصر ان هو يمثل، ومخرجين كتير ما يعرفوش ان هو عنده بجانب التمثيل حاجات تانية. فهو عمل اغنيتين سجلهم. اغنيه كان اسمها مأساة خروف، عملناها من حوالي 5-6 سنين كده، ده في العيد الكبير. ايوه في العيد. كان بيحكي عن خروف ومعاناه الخروف، البوينت اوف فيو بتاعه الخروف بقى في العيد. كانت اغنيه حزينه إيه. فاخرجتها له كده في يوم قعدنا كنا بنلعب يعني. والاغنيه بتاعت كفرتيني اغنيه عملها مؤخرا، هو بيشتكي جدا من الست اللي بيحبها، ويقول انت قرفتيني وعملتيني وبتاع. فخدتها حولت برضو وجهه نظرها خالص، عملتها انيميشن وخليتها يعني ممكن الراجل قد ايه بقى قاعد بيقول انت زهقتيني وانت عملتي فيها وعملتي فيها، مش واخد باله ان هو اللي بيعمل اصلا. ده الناس ممكن تسمعها على ايه؟ هي موجوده على اليوتيوب عندي، وموجوده على صفحتي، وموجوده برضو على ساوند كلاود عند مصطفى. اسمها ايه قولها لي؟ اسمها كفرتيني. كفرتيني. اوكي، مصطفى عبد السلام. طيب بصي بقى يا ستي، دلوقتي اغلبيه الفيديو بلوجرز بيتعرض عليهم يعملوا يبقوا مذيعين وفي برامج تلفزيونيه وفي برامج راديو، انت اولا مع ولا ضد؟ وهل اتعرض عليكي الكلام ده ولا لا؟ اتعرض عليا. انا شايفه كل احترامي للراديو، كل احترامي للتلفزيون، هم فن عمره ما هيموت، ولكن هي الدنيا بتتطور. فهو الانترنت وصناعه المحتوى على الانترنت هي المستقبل. وحاليا كتير جدا من المعلنين يلجأوا لده، لان الناس بتعمل فيديوز على الانترنت عندها مصداقيه اعلى. التلفزيون احيانا الناس تقول ده مثلا له سياسه معينه او ده وجهه نظر معينه او كده بتمر من خلاله، ولكن صانع المحتوى اللي قاعد في بيته بيعمل ده هو ملوش اي منظومه. فالناس بتصدقه جدا، بتحس ان فيه هو ده انسان زينا عادي يعني. كلامك منطقي جدا، وللاسف ده الواقع وده الحقيقه. وانا مذيع راديو وتلفزيون، بس بقول لك اللي انت بتقوليه ده هو الحقيقه وهو ده. عشان كده كمان الشباب كتير قوي منهم دلوقتي ما بيتفرجوش على التلفزيون. أيوة. وبقوا يلجأوا الى اليوتيوب والكلام ده، لانه بيحسوا بمصداقيه اكتر، ما بقوش يثقوا فينا احنا اللي بيتقال علينا اعلاميين، ما بقوش يثقوا فينا. وكتير منهم عندهم حق ان هم ما يثقوش، لان يعني مش عايز اغلط حد، بس هم عندهم حق. هي كمان يا شريف هي لغه المستقبل. انا صريح. ايوه لا صريح. وبعدين ده الحق، انت جمهورك بيحبك عشان انت بتقول الحقيقه وبتقول اللي في قلبك، فدي حاجه انت محتاج تخليها دايما موجوده، هي حاجه حلوه يعني. لا انا احنا نتمنى من الساده الاعلاميين الكبار، الاساتذه بتوعنا كلهم، انهم يعيدوا نظر في الطريقه اللي بيقدموا بيها اي برامج، علشان الشباب يرجعوا مره تانية يشوفوهم، ولو اني برضو اشك ان الشباب هيقدروا يشوفوهم مره تانية. هو الانترنت بقى المستقبل خلاص. انت عندك تلفزيون في بيتكم؟ انا عندي بس بفتح اليوتيوب عليه. ما بفتحش تلفزيون اصلا. ما بفتحش تلفزيون بقالي سنين طويله قوي، تقريبا 7 أو 8 سنين. ما بمسكش الريموت في ايديا مطلقا يعني. واي حاجه بحب اتابعها، مثلا في مسلسل حلو مخرج بحبه في رمضان اتفرج على يوتيوب من غير اعلانات. من غير اعلانات. ما اقعدش استنى تلت ساعه. انا اعرف بنسى انا كنت بشوف ايه. انا بعمل كده، ممكن اشوف 3-4 حلقات كده ورا بعض على راحتي في ساعه. طيب انت بتحضري دلوقتي مشروع قناه لاغاني الاطفال على اليوتيوب، دي بقى حاجه حلوه قوي. احكي لي دلوقتي، بقى لنا سنين طويله ما فيش محتوى فعلا يعني بيعرف يكلم الطفل بلغته، ولا برامج ولا مسلسلات ولا افلام ولا اغاني. المنطقه دي محدش بيلعب فيها خالص في الحقيقه، ومحدش بيعملها بشكل جيد ولا بشكل مدروس. طيب ولا لا
لا يا ريت تقول لي. انا اقول لك كتير قوي يقولوا لك لا اصل حاجتك، اغلبيه القنوات تقول لك احنا عايزين معلنين على اي حاجه، يقول لك لا اصل حاجه الاطفال ما بتجيبش اعلانات. انا مش فاهم ازاي يعني، ازاي هيبقى عندنا كل ملايين الاطفال دول، امال هيشوفوا ايه؟ يعني الطفل المصري ايه الحاجه اللي ممكن يشوفها او يسمعها؟ مفيش. أيوة. للاسف. فحلو قوي ان احنا يبقى عندنا حد بيفكر نعمل حاجه للاطفال. هنعمل لهم اغاني. انا بعمل اغاني وشغاله على مسلسل، بس المسلسل لسه ما عنديش حاجه جاهزه فيه، ولكن عملت دلوقتي 4 أو 5 اغاني كلهم ان شاء الله يعني مساعدين ينزلوا اول السنه، هنزلها كلهم مع بعض. بعيد الكلاسيكس القديمه وبكتب اغاني جديده وبغني كل حاجه. غني كل حاجه عشان بس الناس اللي هتدخل تبقى سامعه ان مش هتلاقي غيري هناك يعني خلاص. بعيد الكلاسيكس بتاعت العنكبوت النونو والحاجات دي، واهم ما في الموضوع انها باللهجه المصريه. يعني ده بالنسبه لي هو بروجكت عمري. ممكن كوكو بابا، هقدر عليا. اللي انت بتحبه هعمله، ما عنديش اي مشكله. وسوسه سوسه كفا، كل الحاجات اللي احنا بنحبها والله. انا بس الحاجات اللي ليها حقوق زي كده محتاجه الاول اشوف الاول هي بتاعت مين واخد الاذن طبعا، ولكن في حاجات تانية ملاش حقوق. اللي هي الكلاسيكس القديمه قوي اللي اتعملت بكل لغات العالم. اهم حاجه بالنسبه لي انها بالعاميه المصريه، لان مفيش كونتنت ابدا او محتوى موجود بالعاميه المصريه. فاكره فيلم ساوند اوف ميوزك؟ ايوه طبعا فاكره طبعا. في اغاني فظيعه للاطفال فيه. لو عرفتي تاخدي الحقوق ان انت تستخدمي الاغاني دي وتعمليها بالمصري هتبقى فظيعه. لو كسبت فلوس كويسه جدا الفتره الجايه دي وبقى معايا، لما غالبا هيطلبوا فلوس كتير قوي يعني. وانا هعمل لك دعايه، ما تعملي القصه دي عشان لازم اعمل لك دعايه للقناه اللي انت هتعمليها دي بجد. اصل انا يعني الطفل المصري ده بالنسبه لي مهم جدا، وانا عندي في برنامجي في التلفزيون مخصص يوم من 4 للطفل المصري. ومفيش اي حاجه فعلا تتقدم له خلص. ولا مسرح ولا مسلسلات ولا مفيش حاجه. يعني مش قادره استوعب. هي اللي انا بعمله ايديوتينمنت، هو تعليمي مش بالشكل المباشر، ولكن تعليمي ترفيهي. هو هيبقى مستمتع جدا، وفي نفس الوقت في شويه معلومات لطيفه قوي بياخدها من خلال الاغنيه، وده المهم. ده المهم. فاطمه انت النهارده شرفتينا ونورتينا. انا انبسطت غير عادي يا شريف، فعلا واستمتعت. انا بشكرك وتحياتي لكل اسرتك. اشكرك واشوفك دايما لو سمحتي. اظهري كده في الميديا، مش طلعتي معايا تلاقي بقى في الحاجات. يلا هاتني كل يوم. ده انت تنوري وتشرفي والله. شكرا خاص جدا لفاطمه عبد السلام على وجودها معانا النهارده، هي فيديو بلوجر. بشكرها وجود لك ليها، وان شاء الله تعمل الموضوع اللي قالته في الاخر ده بالنسبه لي مهم قوي. اغاني الاطفال دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. الطفل المصري محتاج ان احنا نقدم له محتوى محترم. يا رب تكونوا قضيتوا وقت كويس عندنا النهارده، وقت طيب عندنا. يا رب كلامنا يكون كان خفيف على حضراتكم. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي نفس ميعادنا 3 عصرا بتوقيت القاهره، وكلام خفيف على نجوم FM. شكرا لكم، سلام عليكم. كنتم مع كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم FM ونجوم FM TV.